ماما شو صار؟ يا ايديها تعلقوا بشعرها لانه كيرلي. شو هيلي؟ صبتي خلصت المي على شعراتك؟ اوه بنتوفة شامبو ليليانا بتتحمم حرفيا. اخ بقت وريت شو عم تعمل بشعرها؟ اف يا يا ربي مين؟ اجباري لازم نعلق لك اياهم على الحبل يا ماما للشعرات. هيلين ماما صار وقت الحمام، يلا يلا تتحممي. لا انا ما حمام. ليش ما بدك تتحممي يا ماما؟ صار وقت الحمام. لا. شو بدك تعملي؟ رح اربط شعري. تربطي شعرك؟ ليش بس تربطي شعرك؟ يعني بتمشي الامور؟ ايه ماما احسن. اوف هيلين لازم تتحممي ماما. لا انا ما اتحممي. ايه تمام لا تتحممي، اوف اربطي شعرك. هيلين بكل فكرة انه بس تربط شعرها بيمشي الحال. لشوف هيفي اللي شعرها كيرلي. هيفي ماما صار وقت الحمام. ما بدي. ما بدك تتحممي؟ ايه. يا ماما صار وقت الحمام يلا يلا. ما متوسخ شعرك كتير يا ماما. لا. رح اعمل كعكة. اوف يعني اذا عملتي شعرك كعكة بيمشي الحال؟ لا هيفي هاتي هدول البزرات من ايدك ويلا تحممي. لا رح اعمل شعري كعكي. هيفي عم تقول اذا عملت شعراتها كعكي بيمشي الحال. رح شوف ليليان اللي شعراتها كتير قصار اكيد رح تقبل تتحمم. شوفي شو حلو. اخ اللي شعرها كيرلي بس تعملو هيك بيزبط. ليليان ماما جاهزة تتحممي؟ ايه جاهزة. اوه لانه شعرها قصير. لانه شعرها قصير كل يوم اذا حممتها ما بتقول لا. يلا تحممي. هيلين هيلين ماما على شو عم تتفرجي؟ هيفي تعي شوفي هيلين. قعدت على شعراتها لانهم طوال. اي لمي لمي شعراتك لميهم. لمي يلا لمي شعراتك. يا والله كتير تشوقت اعرف عشان تتفرجوا. عشان تتفرجوا بالله تشوقت كتير. قومي على شعراتها. قلتلك لمي شعراتك يا هيلين. اخ يا ربي من مشاكل الشعر الطويل. اوه اجت هيفي من برا. شوفي ماما. ماما كان في هوا كتير. كان في هوا كتير خرب لك شعراتك؟ ياه ماما ما بعرف شو شوفي بشعري. يا عمري تعالي شوف شوفي بشعرك. تعي شوف شو معلق بشعرك. يا هيلين تعي شوفي اختك مليان بشعري شغلات. طلعيهم طلعيهم من شعراتها. اوف اخ بقت وريت شو عم تعمل بشعرها؟ اوف يا ترى شوفي كمان بشعرها للبنت. اوف كله شحاطه كله لانه شعرها مجعد. يا ترى شوفي كمان. يا الله يا حرام لعبه. اوف شعرك الكيرلي شو جايب لنا من برا ما شاء الله. شوفي كمان يا لعبه. ليليان ليليان تعي شوفي. جابت لك لعبه بشعراتها هي. يا عم يوجع شعرها شكله شغله كبيره. شوفي سياره. يا الله شو معلق بشعرها وشو مو معلق. تعالوا شوفوا اللعبه كانت معلقه بشعر هيفي. اخ يا ربي شعري. ليليان قد ايه بدك شامبو؟ بس شوي. بس شوي لانه شعراتها كثير قصار وناعمين. بنتفة شامبو بتتحمم ليليان. افتحي ايدك ماما. بس يلا بس شوي. ايه تمام حطي على شعراتك. انا يلا. اوه بنتفة شامبو هي ليليان بتتحمم حرفيا. براو رح شغل لك المي ليليانو. اوه ليليان عم تتحمم بنتفة مي. الله يعيني على هيلين وهيفي. علبة شامبو ما بتكفيهم ما شاء الله. واللي شعرها طويل بالحمام قد ايه بدها شامبو يا ترى؟ علبة شامبو يا ماما. شو علبة شامبو؟ ايه بتكفيني. اوف بدها علبة شامبو لانه شعرها طويل. هيلين لا تكتري شامبو.
ماما كثير هيك. لا ماما مو هيك، مو كثير. اوه هيلين حرفيا بدها علبة شامبو لحتى تحمم شعراتها، ما شاء الله. يا والله اللي شعرها طويل كتير كتير تتعذب بالحمام كمان. هيلين لسه بدك شامبو؟ ايه كمان. هيلين لسه بدك شامبو؟ بدك شامبو لسه؟ كتير بدك يا لك، هلا خلصتي علبة. لا بدي شامبو. بدك شامبو؟ كريم خدي. يا قد ايه رح تحطي كريم؟ اوه كثير هيك؟ كثير مو كثير، دوبة تكفيها فعلا لانه ما شاء الله شعرها طويل وما بيتسرح. لا مو هنيك. شو هيلي؟ صبتي. خلصت المي على شعراتك؟ صبتي نصي كم. يا قطعت المي كله من ورا شعرك ما شاء الله ولسه ما خلص كمان. طلعي طلعي. هلا صار دور اللي شعرها كيرلي تتحمم. شوفي يا ايديها تشربكوا بشعراتها. شو هيدي ماما؟ شو صار؟ يا ايديها تعلقوا بشعرها لانه كيرلي. يا ما عم يطلعوا اصابعك ماما؟ ما عم يطلعوا؟ يا ساعدك ما ساعدك ماما. يا الله يا حرام حرفيا كيف تشربك. يا الله شعر الكيرلي شو بشع بالحمام. ماما شو رايك تحطي بلسم؟ بلكي يصير. رشي مي حطي بلسم. يا ربي شو حرام. لا اول شيء حطي مي. يا والله معاناة الشعر الكيرلي كمان كثير كبيره. شو رجع علق ايديكي بشعرك. يا ليليانا تحممت بدقيقة واحدة، بير دقيقة وهي ليليانا تحممت. هلا صار دوري اللي شعرهم طويل. شو ماما؟ ايه كتير حلو الحمام. نعيما نعيما شعر كله برا. يا حرام لانه شعره طويل حتى المنشفة ما بتكفيها. يا اللي شعرهم طويل الله يعينكم. واو الشعر القصير فورا فورا بينشف كمان بدقيقتين بينشف. شبكي هيلين؟ ماني كوميجا. خليني اشوف لك يا انا ليليان. واو الشعر القصير من ميزاته انه فورا بينشف كمان. الله يعين هيلين وهيفي. ماما شعري حلو. اي والله كتير حلو ما شاء الله. وهلا معاناة الشعر الطويل بتنشيفه. هذا كيف رح ينشف؟ بس ماما كيف رح ينشف؟ والله ما بعرف. هيبي ماما حاولي تنشفي لي اياه. يا حرام رح يوجع راسي كتير اذا ضل مبلول. كتير من عاني لحتى ننشف شعر هيلين كل مرة هيك. ارجعي سشويري لي اياه هيبي. يا حتى ما بيتمشط. سشويري له شعراتها هيبي. لسه هيبي اضرب لانه شعرها كيرلي. يا الله شو هيدي ماما؟ بسم الله صرت خاف منك. ليش هيك صار شعرك؟ ماما شوفات. يا عمري هذا لانه شعرك كيرلي. لانه شعر الكيرلي بس يتسشور بيصير هيك. نشفي نشفي الله يعينك. ولانه شعره ما كان عم ينشف اضطرينا نجيبه لهون ونعلق له اياه على الحبل. يا حرام شفتوا مشاكل الشعر الطويل؟ لا فاد معاها لا سشوار ولا تنشيف. ماما كتير كتير منيح على إيلا شعراتها تمام. خليه ينشفوا. اوف ماما وضع مو حالي. اي والله هاي الحالة كتير صعبة. كل مرة لازم ننشف لها شعراتها على الحبل لهيلين. انتو بتعانوا مثل هيلين ولا لا؟ اخ اجباري لازم نعلق لك اياهم على الحبل يا ماما للشعرات. يا عمري هيفي تحممت عم تمشط شعرها. يا كتير صعب. هيفي لازم تحطي مرطبات لشعرك مشان يتسرح. يلا رح جبلك. خدي ماما مشان يتسرح شعرك منيح. يعني انتي احسن؟ ساعدك ماما؟
يا الله ما عم تقدري تسرحه بالمرة. يا طلعت الفرشاي. تمام ماما مشتي لشوف. شو ماما؟ يا على إشارة. هيلين هيلي ماما هيلين تعي ساعديها. يا شعر علق. يا الله على الشعر الكيرلي. يلا يلا هيلين هانت هانت. اوف واخيرا طلع. يا ربي شو هاد؟ قلتلك حطي مرطبات كتير. اوف يا الله على الشعر الكيرلي. والولاد عم يلعبوا برا. شو هيلين شو صاير؟ ماما كتير شوب. اوف لانه شعرك طويل لهيك ماما والله. ضبي لشعراتك مشان ما تشوبي كتير. يا حرام شعرهم طويل فبيشوبوا كتير. انتو شعركم طويل ما شاء الله وكيرلي يعني لازم على طول يكون مربوط. اخ شو ليليان عن جد؟ اوه لانه شعرها قصير فبتقول مو شوب. انتو لانه شعركم طويل. هي عمري ليليان كتير برد. البسي طاقيتك ماما البسيها. يا عمري شعراتها لانه نقصار فرقبتها كتير بتبين. البسي 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 الطاقيه ماما البسي. يا عمري انتي هيلين ماما مو برد؟ هيلين ماما كتير برد. ليش لابسه هذا الجاكيت الرقيق؟ شو بدك تعملي؟ اوه ما شاء الله والله الشعر الطويل بالبرد ما في احلى منه ما شاء الله. صار عندها لفحه. كتير حبيت ما شاء الله. شعري حلو. اوه ما شاء الله شعرك كيرلي كتير حلو هيبي. اعطيني شعراتك ماما. لا اعطيني شعراتك. لا هيلي تعي شوفي شعرات هيبي ما احلاهم ما شاء الله. واو شوفوا شعراتها ما شاء الله شو حلوين. لا لا ايديكي اكل لا تلمسي. شو مو شايفين شعر كيرلي بحياتكم؟ لك لا لك لا انت وياها عم تاكلوا اكل. لك لا لك لا. يا الله حرفيا اللي شعرها كيرلي على طول بتعاني من لمس العالم لشعراتها. ايديكم اكل. لك انت وياها ايديكم عليه اكل. يا بس اللي شعره كيرلي بتعاني من هاي المشكلة. لا لا ما حيصير قمل يا ماما. يا وسخوا لها شعراتها بالشبس. وليليان ما شاء الله عليها لأنه شعرها قصير ما بتتعذب وقت عم تاكل أبدا. خلينا نشوف هيلين. هيلين يا الله فات شعرها بتمها. يا شعرك كله صار بقلاوي. يا عمري يا حرام يا هيلين. يا ربي مين شعره طويل وبيعذبه مثل هيلين؟ يا حرام والله صار بدها حمام. هيبي عدي جربي ماما انت كمان. هيبي هلا هي كمان رح تجرب تاكل بقلاوي لنشوف رح يعذبها ولا لا. شو هيبي؟ هيبي انت كمان عم تتعذبي؟ ليليان كلي لنشوف. اوه علي شعرها ما بيفوت بتمها. شو هيبي؟ هيلين بما انه ما شاء الله شعرها طويل فيها تعمل مليون تسريحه بشعرها ما شاء الله. اما ليليان شعرها قصير ما فيها تعمل موديلات. هيلين خلينا نجرب كذا موديل لشعراتك. يلا اول موديل لفي. اوه خلينا نعمل تاني موديل. يس تاني موديل. اوه ما شاء الله كتير حلو. والموديل الثالث. واو كتير حلو. يا عمري شعرها قصير ما فيها تعمل موديل. يا بنات جبت لكم باروكة كتير حلوة مو؟ ايه باروك
هاي الباروكة جبت لكم اياها لا لا لا، اول شيء خلي ليليانا تجربها اللي شعرها قصير. هلا بالدور تمام؟ تمام. اوه ليليان رح تلبس الباروكة. هيلين ساعديها ماما، ساعديها. واو بسهولة فاتت الباروكة على شعر ليليان، كتير حبيت. هيلين انت ولا هيبي تجربوها؟ انا. تمام خلي هيبي تجربها، ام شعر كيرلي. هيبي خدي. اوه ما شاء الله شعرك كتير سهل. هيبي رح تجرب تلبس الباروكة هلا. يلا هيبي البسيها لنشوف. برتقالي. شو هيبي؟ برتقالي ماما. ما عم تصير؟ يا عمري فعلا شعرك كله ضل برا. برتقالي. هيلين شو رأيك انت تجربيها؟ هيلين انت جربيها للباروكة. شفنا ليليان كان سهل عليها كتير ارتداء الباروكة، هيبي صعب. لنشوف هيلين. هيلين لا لا مو هيك، تعي زبط لك اياها. هيلين مشعر طويل عم تجرب الباروكة هلا. فرجيني هيلين. هيلين شعراتك يا ما نضب الشعرات بالمرة بالباروكة تبع هيلين، معناها الشعر الطويل ابدا ما كان ظابط عليه الباروكة. اشلحية ماما اشلحية، حرفيا كله برا. شيليها للباروكة شيليها. يي ما شاء الله عليها ليليان عم تكتب دروسها. شو ليليان؟ ماما شعراتي. شبه شعراتك يا ماما؟ ما فيني تكتب. شو؟ ما فيني تكتب. طيب شو رأيك تربطي شعراتك؟ تمام اربطيهم اربطيهم. يي عمري ما بينربط شعراتها. هلا لو هيلين او هيفي. تمام اعملي هيك. يي ليليان ماما رجعوا طلعوا. هيبي ماما يعطيكي العافية عم تكتبي دروسك؟ ايه. اكتبي يا ماما اكتبي، يعطيكي ألف عافية. شو ماما عم يعذبك شعرك؟ ايه. شو بدك تعملي؟ بدي اربط. اوه ما شاء الله شعرها طويل بتقدر تربطه بسرعة. ما شاء الله مو مثل ليليان. يا عمري تصبحي على ألف خير ليليان. ليليان قررت تنام. تصبحي على خير. ليليان صباح الخير ماما. ليلي صباح الخير. قومي ماما قومي. قومي ماما صباح الخيرات. او ما شاء الله ولك انه كانت نايمة شعراتها ضلوا مثل ما هن ما شاء الله. يا عمري عم تظبط التخت تبعها كمان. تصبحي على خير هيلين. هيلين ماما ماما ليش ما ربطتي شعرك؟ بكرة الصبح بيتشابك. ايه تمام نامي انتي الخسرانة. هيلين ماما صباح الخير. قومي ماما قولي على قامتي. شبو شعرك كأنه مطقوع فيه في التاشة. قلتلك يا ماما اربطي شعرك قبل ما تنامي. الحق عليكي شو دخلني انا. اوف يا ربي. واو ليليان عم تمشط شعرات الحلوين ما شاء الله. ليليان فرجيني المشط. ما شاء الله ولا شعره علقت عليه. هيلين بعد ما مشطتي شعراتك فرجيني المشط. فرجيني. اوه هذا كله شعر مهرور. يا هاي معاناة هيلين انه شعره عطول بيضل هيك بالمشط. هيبي انت كيف تعتني بشعراتك؟ ثواني فرجيكم. تمام فرجينا. هيلي لحتى تحافظ على الشعر الكيرلي تبعها إلى عناية خاصة بالشعر تبعها عليه كريم. شو كمان رح تحطي؟ تمام. أوه. هيلي لأنه شعرها كيرلي ما بتحتاج أبدا أنه تمشط شعراتها، بس بتعملهم هيك فرجينا كيف وبيصيروا أحلاهم. واو هيلي أنت جاهزة هلأ؟ حاضر نصن. صبغ لك شعراتك؟ ايه. يا عمري بما انه شعرها قصير فما حياخد معي صبغ ابدا، عندي هاي الصبغة بتكفي شعراتك. ماما وانا كمان بدي. شو بدك ماما؟ انا بدي. تصبغ شعراتك؟ لا 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 ما بتكفيكي، دو بتكفي شعرات ليليان. ما بيصير انت بدك اربع علب، اربع علب. تعي ليليان تعي بخلك على شعراتك تعي.
عم نصبغ شعراتها لليليانو. وهيلين عم تصبغ شعرات ليليان. واو صبغنا لها شعراتها، صاروا كتير حلوين الشعرات. شو؟ اعملي اني كمان الك انت. لا ضل بس شوي، ضل بس شوي، ممكن نصبغ لك خصلة واحدة. ما بيصير، اربع علب دوبن يكفوا شعراتك ما شاء الله. ما بيصير، لازمنا اربع علب بهاي الحالة. حتى انتي ما بيصير. يا شو صاير هيفي؟ المشط ما عم يطلع من شعرك؟ يا الشعر الكيرلي عطول بيعلق فيه المشط. هاي طلع تمام؟ هاتي. ما عم يمشي. يا ربي الشعر الكيرلي كتير صعب تمشيطه كمان. ليليان تعالي اعمل لك شعراتك ماما. لا انا بصير. انتي تمشطي؟ اوف بلا المشط يعني؟ ما شاء الله، لانه شعرها قصير بايديها عم تعمل. بابا بايدي. واو بايديها عم تعمل شعراتها. هيلين ماما عم تتعذبي كتير بشعراتك؟ يا شو صعب تسريح شعراتها. لفي انا سرح لك اياه هون. يا ربي ما شاء الله من كتر ما انه طويل. عم يعلق الشعر، عم يعلق الشعر بالمشط. هيفي ماما امشي على كيرلي، خدي مشطي شعراتك. ليش ما بدي مشط؟ يا ليش ما بدك تمشطي؟ في بيمشي الحال يعني؟ والله الشعر الكيرلي كمان عن جد ما بده تمشيط. اليوم حبينا نوصلكم فكرة عن الشعر الطويل والقصير والكيرلي، يعني كل واحد فيهم شلون بيعاني بحياته. حبيت رجيكم الشعر القصير من خلال ليليانو. كمان معاناة الشعر الكيرلي مع هيبي والشعر الطويل مع هيلين. عن جد كتير كل واحد فيهم كان فيه له إيجابيات وفيه له سلبيات. شو ماما قولي هيلين ليش وجعتيها؟ لا تضربوا بعض. طويل؟ ايه ماما انت كمان شعرك طويل ما شاء الله. هيدي على فكرة شعرها مو كيرلي مموج، بس تضربوا بعض انتو يا عيب. انتو مثل هيلين وهيبي بتضلوا تتخانقوا. شعرها انا مو كيرلي. ايه هيبي شعرها مو كيرلي مموج. لك هيلين، يا هيلين ليليانو. هلأ ثواني بس ماما عيب عم صور. طيب بس المهم بس يا اكتبوا لنا بالتعليقات شعركم قصير مثل ليلي ولا كيرلي مثل هيفي ولا طويل مثل هيلين. وكمان اكتبوا لنا عن معاناتكم اذا ما يعني شرحناها بالفيديو، يمكن في كتير معاناة انتم بتعانوها ونسيت هيك يعني انه صور لكم اياها. كتير عيب ماما لا تسووا هيك. حاج عيب. المهم كتير طولنا بالنهاية. شو صار؟ يا بنات احكي لنا يا هيلين اذا انت بتعاني لانه شعرك طويل ولا لا. اكتبي لنا، احكي لنا بتعاني كتير ولا قليل؟ كتير. انت هيفي ماما بتعاني؟ لا ما شاء الله هيفي ما بتعاني من شعراتها ابدا. ولك بس المهم هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا لهلا عم تتابعونا ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد بس انتوا وياها. وهلا باي. نشوفكم.